فنحن تكلمتم بعض الآباء ينسى هذه القضية، ينسى أن للابن حاجات، أنه يريد أن يكون نفسه. وبعض الأبناء في الطرف المقابل ينسى أن الوالد يصرف عليه وينفق عليه كما تفضلتم. حبذا لو تكلمتم بالتوجيه للطرفين جزاكم الله. نعم، توجيه للطرفين بأن يلزم كل منهما الاعتدال. فالوالد إذا كان قائما بالإنفاق على ولده وبما يلوم من الحاجات كما ذكرنا له أن يأخذ من مال الولد. والحالة الثانية إذا كان الولد عنده وفر من المال فائغا عن حاجته فالوالد أيضا أن يأخذ منه، خاصة إذا كان الوالد محتاجا إلى ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فليس للوالد أن يسفى الولد، وليس للولد أن يمتنع من البر لوالده والإحسان إلى والده بأي نوع من أنواع الإحسان، ومن ذلك أن يعطيه من المال ما يتوسع به وما يسدد به ديونه إن كان عليه ديون، وبما يحتاجه النفقة على بيته، لأن هذا من البر ومن الإحسان إلى الوالدين. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا كان الأب ذو عيال كثيرين ليس لهم دخل إلا هذا الولد فإن له دخل، كيف توجهون جزاكم الله خيرا؟ لا يختلف الأمر عن المثل الطيب، له أن يأخذ من ولده إلى حد لا يتضرر به الولد، لأن يترك للولد ما يؤمن حوائجه ويقيم له الدراسة ومتطلباتها، فلا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار. جزاكم الله خيرا.